امين عام لجمعيه اجيال دوسي والمكلف بتنظيم السباق الجري. اللجنه التنظيميه انا كنت المكلف بالسباقات. السي عبد الخالق طرح قبيله واحد السؤال للسيد احمد الصوفا. السي عبد القادر طرح واحد السؤال على السيد احمد الصوفا رئيس جمعيه اجيال تضامن دوسي. واش كانت عداله مجاليه بين الدواوير هنايا؟ بطبيعة الحال حنا يعني واش كل بلدية خديتو منها مشارك؟ شنو هي يعني المعيار اللي خديتو باش عززو هاد المشاركين؟ تحياتي. إذا في هاد السباق هادي كانت واحد العدالة مجالية كبيرة، بحيث أن رغم أن دوار 12 يتواجد في ريصانة الجنوبية إلا أن التغطية كانت في ريصانة الجنوبية وريصانة الشمالية. كيف تم الاختيار ديالو؟ أننا كان التسجيل مفتوح، التسجيل مفتوح أمام الجميع. درنا واحد الإعلان على أنه أقل من 15 سنة جميع الأطفال لهم الفرصة للمشاركة في السباق في العرس الرياضي. بدينا درنا ثلاثة الفئات الرياضية أقل من 10 سنوات، هو اللي شفتوا السباق ديال اللي انتهى مسافة 800 متر، مسافة 200 متر. مسافة السباق حددنا رغم أننا في الإعلان كنا دايرين سباق 800 متر، ولكن الأطفال الصغار ما يقدروش يجريوا 800 متر، أطفال صغار درنا له 200 متر. وأطفال الأقل من فئة عاوتاني 400 متر، دابا عاد نديروا الفئة ديال 800 متر. نعم، وبالنسبة للتقنية اللي شفتوها يعني باش تساعد يعني باش يجرى السباق في ظروف مناسبة، يعني حيت الاطفال اللي كيتشكاو تشكاو من الرمله، قالوا كاين بعض البلايص اللي فيهم الرمله ولا انهم ضروري خصهم يتكيفوا مع الظروف ديال السباق. احنا الاطفال اللي كيجريو نفس السباق هما اطفال البوادي، راه مولفين بالرمال، زائد هو الامكانيات اللي عندنا الملعب، ما يعني ما عندناش الامكانيات اننا نديروا لهم ملعب مطاطي. فالاطفال الصعوبه اللي جاتهم هو انه هذا كيرجع الضعف الحاله الماديه ديالنا الجمعيه، اللي ما قادرش نوفروا الاحذيه لجميع المتسابقين. فالاطفال الاغلبيه ديالهم اللي لقاو صعوبه انهم جراو بالحفا، وكتعرف دابا درجه الحراره شويه مرتفعه، فالاطفال شويه حسوا بصعوبه. نعم، بالنسبه للتوقيت، التوقيت يعني واش ضبطتوا بالعداد يعني التوقيت اللي حصلوا عليه المتسابقين؟ التوقيت يعني ضبطته لنا اللجنه المنظمه، هي عندنا في التوقيت عن طرحوا كل متسابق شحال جاب التوقيت ديالو، لاننا سجلنا التوقيتات ولكن باقي ما عطيناش. نعم، كاين شي نقطه اخرى ممكن تضيفها يعني في هذا الحوار هذا؟ النقطه اللي ممكن نضيفها هو اننا احنا في البدايه ديالنا، هذا اول سباق كننظموه، يعني مازال كنطوروا مع الوقت، مازال غنبقى كنتمناو تكون عندنا مساعدات ماليه اللي تساعدنا اننا من بعد نحسنوا التنظيم، نحسنوا الحلبه، نوفروا لما لا احذيه للاطفال الصغار باش ما يبقاش في المشاكل اللي وقعوا فيها اليوم. نعم، وبالاخص بالنسبه للعدد المشاركين، بالنسبه لفئات البراعم هذو شحال كانوا عدد المشاركين؟ عدد المشاركين كانوا عندنا 14 في اقل من 10 سنوات، وعندنا 10 في اقل من 12 سنه، ودابا باقي الفئه الاخرى فيها حاليا واصلين لواحد 10 ديال المشاركين، ولكن باقي ما حصرناش التسجيلات، ربما يجي شي واحد متاخر. نعم، ومازال كنهضروا على المشاركه ديال الفئه النساء ديال المرعومات، يعني واش عندك شي يعني؟ نعم، دابا حاليا مور من سالي السباق ديال 800 متر ديال الفئه الاقل من 15 سنه، غنديروا عاوتاني سباق الفتيات. فتيات، وكتقوموا بالتظاهره الكبيره اللي كتقوموا عليها بالصوره هذه المنطقه هذه اللي كنعرفوها، يعني كانت خبات واحد التهميش كبير. الا هذه السنوات بعدا، خصوصا هذه السنه الاخرى اللي بعدا، انا جيت تفاجات بهذه الوجوه الرياضيه اللي كتعطي من وقتها باش كتنجح هذا العرس كره، لا انت ولا السي صهيب ولا الفاعليه المجتمع ديال الفاعلين الرياضيين مدوار الزيتوني ولا السيد رئيس الجمعيه في الدوار ديالو. يعني واش كاين شي بغادة استاذ، يعني واش كاين شي دعم شي جهه معينه، محسنين يعني اللي ساهم وجه له التحيه من المباراه حاليا في الدوري هذا؟ هو الدعم كان جا من فئات المشاركه الدوري. حنا رغم اننا حبا للرياضه وتنميه الاطفال، رغم ان الدوري الكبار شاركوا في دوري كره القدم واللي جاتنا المساهمه من الفرق الرياضيه، الا ان حنا قدرنا كلجنه وكامين المال واللجنه اللي معنا اننا نستخلصوا واحد المبالغ اللي نوفروا بها جوائز للاطفال الصغار. صافي، كاين المشاركات الرياضيه، كاين دعم شخصي من رئيس الجنوبيه، من رئيس دعم شخصي. شخصي يعني ماشي من الجماعه؟ لا، ماشي من الجماعه وانما من ماله الخاص. دعمنا واحد المبلغ من اجل تيسير الحفل النهائي. عندنا الاسم ديالو كنشكروه من هذا المنبر من خلال لارا سبورتو العرائش انفو.
كنشكروا على المجهود ديالو، هو فتح لنا المجال. انا ساعدنا حتى لي بارير كما كتشوفوا، وفرنا بعض الامكانيات باش ان الحفل النهائي يكون حتى هو في المستوى. زائد واحد سامعنا واحد المبلغ في المبلغ من ماله الخاص. كنشكروا على شكروا على هذه المبادره الطيبه. من ناحيه الاموال كما قلنا ان المساهمات، حنا بدايه ديال اول دوري، ربما كنتمنوا من خلالكم عاوتاني ان يكون واحد الدعم مستقبلا من الفئات حتى الرسان الشماليه والرسان الجنوبيه ولجميع المناطق ان شاء الله. تحيه ديال يعني التحيه الرساله كتبغي توجه لهم، يعني يكونوا ضيوف كبار لاعبين لعبوا في المغرب التطواني، لاعبين لعبوا في الجيش الملكي، مدرب شباب العراقي اللي هو السي هشام العلاوي، السي ادريس فيلا، المنير الصباري، مصطفى الشوقي، ضيوف من الخارج تا الجاليه، مناسبة إشارة للجاليه، مدرب اكاديميه فينسنت كومباني لاعب مانشستر سيتي. يعني سواء يكون حاضر، كيف تقول الدور؟ رشيد الوات. رشيد الوات. مرحبا بالجميع، أول حاجة مرحبا بالجميع، وهذا فخر لنا أننا أول دوري وأول منطقة في دوري دوار 12، دوار 12، هذا فخر لنا أن يكون هذه الوجوه هذه، مرحبا بهم دوار. أما بالخصوص رجع ندوز الجمهور هذا اللي عشرفنا طبيعة الحال الحضور ديالو، أول حاجة كنبغي نشكر الجمهور ديال المنطقة، لأنه رغم أنك تشوف الدوري أنه في دوار 12، راه الدول المنطقه كامله كتساعد انه ينجح. علاش الناس لا كما كتشوفهم ولا زيتو ولا بغاد الملالحه ولا الحمو، دوار كاملين من جميع الاماكن كيحاولوا ان الدوري ينجح باش يعطي واحد الصوره من صباح جميع المناطق بدون استثناء. رغم كنشكروا باش نديروا واحد دقيقه نكمل الشكر، ما تنساش شي واحد راه غادي كنكمل الشكر للناس اللي المجاورين لنا، لانهم كان لهم الشرف انهم يساعدونا، لانهم كيبغيو ان الدوري في المنطقه ديالهم يعطي واحد الصوره باش تبدل هذيك الصوره على ان رسانه. وكتقوموا بالتظاهره الكبيره اللي كتقوموا بها بالصوره هذه المنطقه هذه اللي كنعرفوها، يعني كانت خبرات واحد التهميش كبير. الا هذه السنوات هذه بعدا خصوصا هذه السنه الاخرى اللي بعدا انا جيت تفاجات بهذه الوجوه الرياضيه اللي كتعطي من وقتها باش كتنجح هذا العرس الكره، لا انت ولا السي صهيب ولا فعاليه المجتمع ديال الفاعلين الرياضيين مدوار الزيتوني ولا السيد رئيس الجمعيه في الدوار ديالو. يعني واش كاين شي بغادة استاذ، يعني واش كاين شي دعم شي جهه معينه محسنين يعني اللي ساهم وجه له التحيه من المباراه حاليا في هذا الدوري؟ هذا هو الدعم كان جا من فئات المشاركه الدوري. حنا رغم اننا حبا للرياضه وتنميه الاطفال، رغم ان الدوري الكبار شاركوا في دوري كره القدم واللي جاتنا المساهمه من الفرق الرياضيه، الا ان حنا قدرنا كلجنه وكامين المال واللجنه اللي معنا اننا نستخلصوا واحد المبالغ اللي نوفروا بها جوائز للاطفال الصغار. صافي كاينه المشاركات على المشاركات الرياضيه، كاينه دعم شخصي من رئيس الجنوبيه، من دعم رئيس دعم شخصي شخصي يعني ماشي من الجماعه، لا ماشي من الجماعه وانما من ماله الخاص. دعمنا واحد المبلغ من اجل تيسير الحفل النهائي. كنشكروه من هذا المنبر من خلال لارا سبورتو العرائش انفو، كنشكروه على المجهود ديالو، هو فتح لنا المجال. انا ساعدنا حتى لي بارير كما كتشوفوا، وفرنا بعض الامكانيات باش ان الحفل النهائي يكون حتى هو في المستوى. زائد واحد سامعنا واحد المبلغ في المبلغ من ماله الخاص. كنشكروه على شكروا على هذه المبادره الطيبه. من ناحيه الاموال كما قلنا ان المساهمات، حنا بدايه ديال اول دوري، ربما كنتمنوا من خلالكم عاوتاني ان يكون واحد الدعم مستقبلا من الفئات حتى الرسان الشماليه والرسان الجنوبيه والجنوب. فامين عام جمعيه اجيال دوسي والمكلف بتنظيم السباق الجري، اللجنه التنظيميه، انا كنت مكلف بالسباقات. السي عبد الخالق طرح قبيله واحد السؤال للسيد احمد صوفا. عبد القادر. السي عبد القادر طرح واحد السؤال على السيد احمد صوفا رئيس جمعيه اجيال التضامن الدوسي، واش كانت عداله مجاليه بين الدواوير هنايا؟ بطبيعه الحال حنا يعني واش كل بلديه خديتو منها مشارك، شنو هي يعني المعيار اللي خديتو باش عززوا هاد المشاركين؟ تحياتي. اذا في هذه السباق هذه كانت واحد العداله مجاليه كبيره، بحيث ان رغم ان دوار 12 يتواجد في رسانه الجنوبيه، الا ان التغطيه كانت في رسانه الجنوبيه والرسانه الشماليه. كيف تم الاختيار ديالو؟ اننا كان التسجيل مفتوح، التسجيل مفتوح امام الجميع، درنا واحد الاعلان على انه اقل من 15 سنه جميع الاطفال لهم الفرصه للمشاركه في هذا السباق في هذا العرس الرياضي. بدينا درنا ثلاثه الفئات الرياضيه اقل من 10 سنوات، واللي شفتوا السباق ديالها اللي انتهى مسافه 800 متر، مسافه 200 متر.
مسافة. السباق حددنا رغم أننا في الإعلان كنا دايرين سباق 800 متر، ولكن الأطفال الصغار ما يقدروش يجريو 800 متر، أطفال صغار درنا له 200 متر. والأطفال الأقل من فئة عاوتاني 400 متر دابا عاد نديرو الفئة ديال 800 متر. نعم، وبالنسبة للمسألة التقنية اللي شفتوها يعني باش تساعد يعني باش يجرى السباق في ظروف مناسبة، يعني حيت أطفال داكشي تشكاو من الرملة، قالوا كاين بعض الميس اللي فيهم الرملة ولا أنهم ضروري خصهم يتكيفوا مع الظروف ديال السباق. احنا الاطفال اللي كيجريو نفس السباق هما اطفال البوادي، راه مولفين بالرمال، زائد هاد الامكانيات اللي عندنا الملعب، ما يعني ما عندناش الامكانيات اننا نديروا لهم ملعب مطاطي. فالاطفال الصعوبه اللي جاتهم هو انه هذا كيرجع الضعف الحاله الماديه ديالنا الجمعيه، اللي ما قادرش نوفروا الاحذيه لجميع المتسابقين. فالاطفال الاغلبيه ديالهم كيلقاو صعوبه انهم جراو بالحو، كتعرف دابا درجه الحراره شويه مرتفعه، فالاطفال شويه حسوا بصعوبه. نعم، بالنسبه للتوقيت، التوقيت يعني واش ضبطتوا بالعداد ديال يعني التوقيت اللي حصلوا عليه المتسابقين؟ التوقيت يعني ضبطته لنا اللجنه المنظمه، هي عندنا في التوقيت عن طرحوا كل متسابق شحال جاب التوقيت ديالو، لاننا سجلنا التوقيتات ولكن باقي ما عطيناش. نعم، كاين شي نقطه اخرى ممكن تضيفها يعني في هذا الحوار هذا؟ النقطة اللي ممكن نضيفها هو أننا احنا في البداية ديالنا، هذا أول سباق كنظموه، يعني مازال كنطوروا مع الوقت، مازال غنبقى كنتمناو تكون عندنا مساعدات مالية اللي تساعدنا أننا من بعد نحسنوا التنظيم، نحسنوا الحلبة، نوفروا لما لا أحذية للأطفال الصغار باش ما يبقاش في المشاكل اللي وقعوا فيها اليوم. نعم، وبالأخص بالنسبة لعدد المشاركين، بالنسبة لفئات البراعم هذول شحال كانوا عدد المشاركين؟ عدد المشاركين كانوا عندنا 14 في أقل من 10 سنوات، وعندنا 10 في أقل من 12 سنة، ودابا باقي الفئة الأخرى فيها حاليا واصلين واحد 10 ديال المشاركين، ولكن باقي ما حصرناش التسجيلات، ربما يجي شي واحد متأخر. نعم، ومازال كنهضروا على المشاركة ديال الفئة النساء ديال البرعومات. يعني واش عندك شي دابا حاليا مور من سالي السباق ديال 800 متر ديال الفئه الاقل من 15 سنه، غنديروا عاوتاني سباق الفتيات. وكتقوموا بالتظاهره الكبيره اللي كتقوم على مستوى هذه المنطقه هذه اللي كنعرفوها، يعني كانت خبات واحد التهميش كبير الا هذه السنوات هذه بعدا، خصوصا هذه السنه الاخرى اللي بعدا انا جيت تفاجات بهذه الوجوه الرياضيه اللي كتنام من وقتها باش كتنجح هذا العرس الكره، لا انت ولا السي صهيب ولا الفاعلين المجتمع ديال الفاعلين الرياضيين مدوار الزيتوني ولا السيد رئيس الجمعيه في الدوار ديالو، يعني واش كاين شي بغدا استاذ، يعني واش كاين شي دعم شي جهه معينه محسنين يعني اللي ساهم وجلوا التحيه من المباراه؟ حاليا في هذا الدوري هذا هو الدعم كان جا من فئات المشاركه الدوري، حنا رغم اننا حبا للرياضه وتنميه الاطفال، رغم ان الدوري الكبار شاركوا في دوري كره القدم واللي جاتنا المساهمه من الفرق الرياضيه، الا ان احنا قدرنا كلجنه وكامين المال واللجنه اللي معنا اننا نستخلصوا واحد المبالغ اللي نوفروا بها جوائز للاطفال الصغار. صافي، كاين مشاركات المشاركات الرياضيه، كاين دعم شخصي من رئيس الجنوبيه، من داخل رئيس دعم شخصي. شخصي يعني ماشي من الجماعه، لا ماشي من الجماعه وانما من ماله الخاص، دعمنا واحد المبلغ من اجل تيسير الحفل النهائي. عندنا الاسم ديالو كنشكروه من هذا المنبر من خلال لارا سبورتو العرائش انفو، كنشكروه على المجهود ديالو، هو فتح لنا المجال، انا ساعدنا تب لي بارير كما كتشوفوا، وفرنا بعض الامكانيات باش ان الحفل النهائي يكون حتى هو في المستوى، زائد ساهم معنا واحد المبلغ في المبلغ من ماله الخاص. كنشكروه على هذه المبادره الطيبه. من ناحيه الاموال كما قلنا ان المساهمات، حنا بدايه ديال اول دوري، ربما كنتمناو من خلالكم عاوتاني ان يكون واحد الدعم مستقبلا من الفئات حتى في الرصانه الشماليه والرصانه الجنوبيه ولجميع المناطق ان شاء الله. تحيه ديال يعني التحيه، الرساله كتبغي توجه لهم، يعني يكونوا ضيوف كبار، لاعبين لعبوا في المغرب التطواني، لاعبين لعبوا في الجيش الملكي، مدرب شباب العرائش اللي هو السي هشام العلاوي، السي ادريس فيلا، المونير الصباري، مصطفى ضيوف من الخارج. حتى واحد السيد الجاليه مدرب اكاديميه فينسنت كومباني لاعب مانشستر سيتي،
يعني سواء يكون حداش كيف تقول الضوء رشيد ألوات رشيد ألوات مرحبا بالجميع. أول حاجة مرحبا بالجميع، وهذا فخر لنا أننا أول دوري وأول منطقة في دوري دوار 12 دوار 12، هذا فخر لنا أن يكون هذه الوجوه هذه، مرحبا بهم دوار. أما بالخصوص رجعنا ندوز الجمهور هذا اللي عشرفنا طبيعة الحال الحضور ديالو، أول حاجة كنبغي نشكر الجمهور ديال المنطقة، لأنه رغم أنك تشوف الدوري أنه في دوار 12 راه الدول المنطقه كامله كتساعد انه ينجح، علاش الناس لا كما كتشوفهم ولا زيتو ولا بغاد الملالحه ولا الحمو دوار كاملين من جميع الاماكن كيحاولوا ان الدوري ينجح باش يعطيو واحد الصوره من الصباح جميع المناطق بدون استثناء. رغم كنشكروا باش ندوزو واحد الدقيقه نكمل الشكر، ما تنساش شي واحد راه غادي كنكمل الشكر للناس اللي المجاورين لنا لانهم كان لهم الشرف انهم يساعدونا لانهم كيبغيو ان الدوري في المنطقه ديالهم يعطيو واحد الصوره باش تبدل هذيك الصوره على ان رسانه. وكتقوموا بالتظاهره الكبيره اللي كتقوموا بها في هذه المنطقه هذه اللي كنعرفوها يعني كانت خبات واحد التهميش كبير الا هذه السنوات هذه بعدا خصوصا هذه السنه الاخرى اللي بعدا انا جيت تفاجات بهذه الوجوه الرياضيه اللي كتنام من وقتها باش كتنجح هذا العرس كره لا انت ولا السي صهيب ولا الفاعليه المجتمع ديال الفاعلين الرياضيين من دوار الزيتوني ولا السيد رئيس الجمعيه في الدوار ديالو، يعني واش كاين شي بغادة استاذ، يعني واش كاين شي دعم شي جهه معينه محسنين يعني اللي ساهم وجه له التحيه من المباراه حاليا في هذا الدوري. هذا هو الدعم كان جا من فئات المشاركه الدوري، حنا رغم اننا حبا للرياضه وتنميه الاطفال، رغم ان الدوري الكبار شاركوا في دوري كره القدم واللي جاتنا المساهمه من الفرق الرياضيه، الا ان احنا قدرنا كلجنه وكامين المال واللجنه اللي معنا اننا نستخلصوا واحد المبالغ اللي نوفروا بها جوائز للاطفال الصغار. صافي كاين المشاركات الرياضيه، كاين دعم شخصي من رئيس الجنوبيه من رئيس دعم شخصي شخصي يعني ماشي من الجماعه، لا ماشي من الجماعه وانما من ماله الخاص، دعمنا واحد المبلغ من اجل تيسير الحفل النهائي. كنشكروه من هذا المنبر من خلال لارا سبورتو والعرائش انفو، كنشكروه على المجهود ديالو وفتح لنا المجال. انا ساعدنا تب لي فاريير كما كتشوفوا، وفرنا بعض الامكانيات باش ان الحفل النهائي يكون حتى هو في المستوى، زائد واحد ساهم معنا واحد المبلغ في المبلغ من ماله الخاص. كنشكروه على هذه المبادره الطيبه. من ناحيه الاموال كما قلنا ان المساهمات حنا بدايه ديال اول دوري، ربما كنتمنوا من خلالكم عاوتاني ان يكون واحد الدعم مستقبلا من الفئات حتى الرسانه الشماليه والرسانه الجنوبيه. التحيه ديال يعني التحيه الرساله كتبغي توجه لهم، يعني يكونوا ضيوف كبار لاعبين لعبوا في المغرب التطواني، لاعبين لعبوا في الجيش الملكي، مدرب شباب العرائش اللي هو السي هشام العلاوي، السي ادريس فيلا، المنير الصباري، مصطفى الشوقي، ضيوف من الخارج تا واحد الجاليه مدرب اكاديميه فينسنت كومباني لاعب مانشستر سيتي، يعني سواء يكون حداش كيف تقول الضوء رشيد ألوات رشيد ألوات مرحبا بالجميع. اول حاجه مرحبا بالجميع، وهذا فخر لنا اننا اول دوري واول منطقه في دوري دوار 12 دوار 12، هذا فخر لنا ان يكون هذه الوجوه هذه، مرحبا بهم دوار. اما بالخصوص رجعنا ندوز الجمهور هذا اللي عشرفنا طبيعه الحال الحضور ديالو، اول حاجه كنبغي نشكر الجمهور ديال المنطقه، لانه رغم انك تشوف الدوري انه في دوار 12 راه الدول المنطقه كامله كتساعد انه ينجح، علاش الناس لا كما كتشوفهم ولا زيتو ولا بغاد الملالحه ولا الحمو دوار كاملين من جميع الاماكن كيحاولوا ان الدوري ينجح باش يعطيو واحد الصوره من الصباح جميع المناطق بدون استثناء. رغم كنشكروا باش ندوزو واحد الدقيقه نكمل الشكر، ما تنساش شي واحد راه غادي كنكمل الشكر للناس اللي المجاورين لنا لانهم كان لهم الشرف انهم يساعدونا لانهم كيبغيو ان الدوري في المنطقه ديالهم يعطيو واحد الصوره.